إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. بالدموع والدماء أرضوا تراكم ترب الأهل والصحبة مع الأولاد. هي صفحة أخرى من صفحات التاريخ الجزائري الأغر، حكاية نبدأها مع المجاهدة شيوخ مسعودة صاحبة 81 سنة، جبلت على حب الجزائر والغيرة عليها فهي ابنة شهيد. بدأت المسيرة الكفاحية وهي ابنة 18 سنة بمنطقة العقبي، وأوكلت إليها مهمة جمع المساعدات المالية ونقلها للمجاهدين الأشاوس. 18 سنة وانا يعني لمان كنا العقابي، كانت نقولوا فارغه ما فيهاش غشي بزاف. كان المسؤول الاولاني ديالنا عياد المولود ومخلوف حسن، هما كنت انا 18 سنه في عمري. كانت العقابي مازالت ما تكشفتش على التراب بالك بالا، كانوا هما اللي هبطوا لينا حنا نلموا اشتراك، كنا نلموا 400 انسان. كم دنا نلم لهم نلمهم نجيبهم حتى لحقنا 600 في الشهر. من بعد كي ندلعت الطرق بالا وعادوا يجيو ديك الساعه عندنا، كانوا يجيو ديك الساعه الحفيظ بن غولا الله يرحمه، مولود بونار الله يرحمه، عمر بن غولا كان يجي. من بعد هو تبدل حنا حيا خلاف ميدي دايمين علينا ديبو تابو، مولود بونار، حفيظ بن غولا، سي محمد بوبازين، هادو ودي كيجيو معاهم ما كيلحقوش لعندنا ما نعرفوهمش، هادو حنا دي كيلحقو لعندنا مستحيل. هادو ديك الساعات نقولو هادو معانا في كل وقت، هادو تسمى معانا كيلحق الوقت دي بشي زمنا يديرو الفوت فرنسا والزعماء ديالنا حنا باش يديرو الفوت ياخي يهربونا للجبال. قادة الثورة بالولاية كانوا حريصين على حماية الشعب والدفاع عنهم، ولهذا وباقتراب موعد إجراء السلطات الفرنسية للانتخابات مع الجانب الجزائري، قام القادة بترحيل الشعب إلى الجبال الراسيات ليستقر بهم المقام في أبعد جبل بالولاية، وبهذا كانوا يبعدونهم عن المستعمر وبطشه. طلعنا حتى عينا في صندوح في الجبل سيوانا نقول له، روحنا تلمت ديك تجاولينا في الليل، قالوا لك غدوة أو تكونوا واحد ما يقعد في الدار وطلعوا للجبل. فرنسا في النهار الفلاني يلزمها تدير الفوت، والفوت الخوبات هذيك كامل خرجونا، الفوت يبدل عليك ولا تموت. خرجنا روحنا مشينا، أنا مشيت لعاتك يما مشات منا، كان بابا في الدزاير الله يرحمه، ويما هنايا يما خوتي صغارين هما طلعوا مع مسؤول ديالنا منا، وانا جاو ليا غير في غبغوب. دراج الاختي تسمات بن عمته دي باباك بعت ليا اختي، قال لها عاكله ما طلعش مع هنايا في الدار، عطوا لي عاكله ما طلعش وحدها مع الشعب دي من تم. رحنا باتنا في بوحنش، الغابه دي بوحنش في البلاط، هذا جوج هذا غاشي هذا تراب حسب يا ايوف كامل، بلاد تقدر يخرج راح بالكل، مزغيطان وذلك الحال يوانسة طوافرة بني قايد العوابد بالكل يطلعنا ذاك. يطلعنا باتنا فاين طاح علينا الليل في الزندي بوحنش بيتين تما، ومن بعد زيدنا مشينا تغدا ذاك باش حكنا يا اخي لهذه البلاصة سيوانها وعلى رجلنا مسهل معانا الجنود معانا الله يبارك، يعني مشيت تفرح على بالك مشيت تفرح. كي لحقنا لاتم قعدنا 15 يوم في صندوق، هم رسمين صندوق، انا ما ناكلش الدنيا، لكن عادوا يعيدوا لنا الدنيا هذيك البلاصه الفلاني هذاك الجبل الفلاني هذيك الجبل الفلاني. عاد تجي الطياره هذيك تطلق علينا لي زيتراك، تطلق غير هذاك الكوارت هذا الديكاريو يكرادي ما كاريش ما يكراش. 15 يوم تما خرجنا الغنايه نقولوا ما نتصل في هذا، حبيت ما ناكلهاش بالكل، نقولوا
قولوا يا خويا عبد السلام انا خويا سجعان، انا خويا سجعان ما اللي غيبت علينا حتى جيتنا في الويتماي، حتى جيتنا في الويتماي يا كي جات الطرا وجابت على الشرك، جابت على الشرك طا كيف الكفار وتنظم وتحكم بالحق، وتنظم وتحكم بالحق. هذه ديال كنا نغنيوها في الجبلة بين المجاهدين بالخاوة مع بعضنا، حتى فيها الياس بن نيبوشا كان يمشي مع رفق الشاشة وخلي أحمد وكشاشة وعبد الرحمن كشاشة وبقاسم كشاشة، هادو الدين عرفنا وبني بوشا سي محمد بوتابو أو الله هو عند بوه مع عشرة الكادر ناد العسكر دروك، هادو الدين كلو دي كانوا معنا بعدا بدات خلاف العرش ديالنا دينا من هذيك كي جينا جايين زيدنا غنينا على الفوط. كنا صحة في دروع الرجال، صحة في دروع الرجال، صحة في دروع الرجال، فرنسا جات تفوطي بالخبات والكلاب يا خويا المجاهد واجينا فالحين، واجينا فالحين، فرنسا جات تفوطي جبرت بيبا وكفلين. احنا كنمشيو ونغنيو ونرتحو ونغنيو، يعني الدولة ديالنا يلزمها تخلي التاريخ لولادنا، يلزمنا التاريخ ديال الدول النساء وعدو الرجاله لازم يقعد لولادنا وولاد ولادنا. 15 يوما كانت كفيله بتمتين العلاقه بين الشعب والثوار، وظهر ذلك من خلال الاناشيد التي قام الشعب بتاليفها، اناشيد تمجد بطولات الاشاوس وحومة الديار وتحث على الترابط بين الشعب والثوار وتكدس مبادئ الثوره وتعتز بها، ويبقى حب الجزائر وسام كل الشرفاء. زعامة سلام ليهم طلب الكيله يحميهم وطناء ويحيا بهم في العالم يظهر وهلالهم انوار والنجمة اليوم ضوات ليهم والحق راهن صار ما ننساوش الشي اللي فات وكنا تحت قدام ومية وثلاثين عام وماذا كاساو الجزائريين والجزائرية هلال يا خوتي كونوا رجال تفكروا اللي في الجبال. إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد، إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد بالدموع والدماء ذو تراب.